كتيرة حلوة ومرة. بجزر لبنان حم نزرع، بنجرب نرجع نزرع غابات، والغابة ما لنا مؤلفة من نوع واحد من الشجر، يعني ما بنزرع بس أرز، حد الأرز في غير أنواع من الشجر مثل الخوخ البري، نجاس البري، وإشياء كمان موجودة أوطى بتساعد الإيكو سيستم ليكون أقوى. المتطوعين بيروحوا على التيران على الأرض، بنجمع هود البذور من الشجر بالوقت المناسب وبنجيبهم لهون ونتعلم كيف يفرخوا. هيدي البذرة بس لناها من الشجرة، كل البذور تبع الأرز وتبع الشوح عندهم جانح، عندهم إنال، هي هيدي البارتيل بتفرخ، هي هيدي هي ما بتساعدها لشيء إلا لأنه بس توقع من الشجرة بيبعد الهواء الماكسيموم عن الشجرة الأم، هيك ما بيفرخوا كلهم تحت الأرزة، بيبعدوا وبيعبوا أكتر إسباس ممكن. في قانون بلبنان بيمنع نستورد أرز من برا، وما فينا نعرفه أي أرز جاي من لبنان، أي إذا مثلا سنوبر من الأرز أو إذا الأرز لبناني ولا أرز جاي من الجزائر أو من المغرب. نحن هون باللاب بنقدر نعمل له تيست هالدي إن إيه ونقدر نعرف إذا هذا الأرز لبناني ولا لا. عندنا هون نباتات بدنا نعمل عليهم تحاليل دي ان اي وبدنا نشوف منين جايين، دوك بناخذ ورق منهم وبدنا نطحنهم بالازوت ليكيد نطلع الدي ان اي ونرجع نستعمل سوليوشن شيميك ونطلع الدي ان اي لنعمل لهم نعرف من اي محل جايين. أهلا بمجدة بداخر خرات، حضرتك بتحملي شهادة دكتوراه بعلوم البيئية، مثل ما شفنا هالمختبر يعني مثل مشتل إذا فينا نقول. عن أول مختبر شفناه تحت، إيه هو أكثر مثل أوضة للبذور لأنبات البذور أكثر من المختبر، مش مختبر الدي إن إي اللي شفناه تاني شيء. أول شيء البذور شفناها. دكتور شو بينطلب منك غير قصص الدي إن إي للأرز والبذور اللي شفناها، بينطلب منكم تعملوا اختبارات أخرى؟ هي نحن منا مختبر خدمات، نحن أكثر مختبر جامعة عندنا أبحاثنا، الأبحاث اللي بنعملها اجوانا هي ابحاث فوندامنتال، وفي عندنا بنفضل نعمل اشياء كمان تكون ابليكي يعني اشياء تطبيقيه، دونك هيدا اكزامبل من الابحاث اللي بنعملها عملناها اصلا فوندامنتال وصرنا عم نطبقها بتفيد المجتمع، مثل مثلا انه نقدر نعرف اذا الارز هو لبناني ولا غير لبناني، بس قبل ما نوصل لهالريزلتا عملنا ابحاث سنين لنقدر نعرف شو التيست اللي لازم نعمله تنقدر نميزهم عن بعض. الدي ان اي يمكن تبع الارز اللبناني مش هيك؟ ايه هو نحن ما بنعمل سيكونساج لكل الدي ان اي، بس نقدر نعرف اي بارتي بتقدر تميز الدي ان اي تبع هالشجره عن الشجره الثانيه، هي بتاخذ سنين وقت. سيدة خرات، حضرتك نائب رئيس جمعية جزور لبنان يلي بتانا بالتحريج بلبنان، إذا فينا نقول قد ايه صارت نسبة الخضار بلبنان؟ أنا خايفة أسمع الجواب صراحة. لا هي إذا لازم ناخذها بالمنحى الإيجابي، يعني كل السنين اللي بقيت كنا نازلين عم تتقلص وهيدي النسبة. والإشي اللي عم نزرعها هلا بعد ما عم نعدها بالنسبة لبنان الأخضر، يعني هيدي بدنا ننطر بعد سنين لنبلش نعدها غابات، لأنه الغابة مثل ما بتعرفوا منا مؤلفة من نوع واحد من الشجر، مش إنه غابة أرز ما فيها إلا أرز، تيكون عندنا إيكو سيستم يعني سيستم بيئي متكامل لازم يكون مؤلف من عدد من الأشجار ومع الحيوانات اللي بيعيشوا بقلبهم من النباتات الصغيرة، كلهم هودي متواصلين من النحلة اللي بتعمل تلقيح للزهور، هودي كلهم متواصلين مع بعضهم، دونك نحن عم نجرب قد ما فينا نقدر نتقلد الطبيعة ونرجع نعمل إيكو سيستم متكامل تيقدر يكون مستدام، يقدر يكون طويل ويضلوا قد النسبة؟ نسبة بعدني حابة أعرف تقريبا قد النسبة. في هون كمان لغط على في نسبة الغطاء الحرج اللي بنسميه اللي فيه غابات وفيه الأشياء اللي بعد ما صارت فريمان غابة، يعني هودي مثل بيسميهم شبوء أو
دونك فينا نحكي 12% 13%، هون نشوف فريمون شو عم نعد، اذا عم نعتر بس الغابات مثل ما بتعتبرها الفاو، بدنا نشوف قد ايه الغابات مثلا طول الشجر قد ايه، وقد ايه العرض تبع الكراون تبعهم البارتي الخضراء. دونك هون مفهوم الغابه، مفهوم شو يعني غابه نقدر نختلف عليه، بس اذا ما كغطاء حرجه فينا نحكي بال 20%، بس غابات هل نحن يعني بمرحله خطر ولا بعدنا منيح؟ اكيد في خطر، اكيد في خطر. لانه نحن عم نزرع بس مقابل القص، مقابل الزرع في قص وفي حرايق، يعني بنعرف كمان شجره الصنوبر يعني بكل الحريق قد ايه بدها، يعني كم سنه ما بعرف قد ايه طول الفتره لترجع بعدين تنمى، اذا كان طبعا الجزء تبعولها بعده منيح وعايش. ايه بلا ما تشوف قد ايه نسبه الحريق، لأن إذا كان الحريق كتير قوي الغابة كل بتحترق ما بيعود فيها تعمل ريجينيراسيون، مش مثل السنديان. نعم. يعني كل شيء كونيفير الريزينو بدهم ما بيعملوا ريجينيراسيون بالهين، يعني الغابة بتحترق بس بترجع تفرخ من الأرض، بس تفرخ صغيرة وبدها وقت كتير، بدها سنين، يعني بنحكي ب 20 سنة و 30 سنة لنحكي عن برودكسيون من أول وجديد. يعني كمان سنة 2010 كانت سنة التنوع البيولوجي بالعالم، كيف هيك تم تغطية هذا الحدث بلبنان إذا فينا نقول؟ هي دونك اليونايتد نيشنز كل سنة بتقرر إنه هيدي السنة هي مثلا سنة المرأة، هيدي السنة سنة الفيزياء. سنة 2010 قررت إنه تكون سنة التنوع البيولوجي، وهي شغلة مش أكتر من إنه تلفت نظر العالم يلي مش بس دي سيانتيفيك، يعني قاعدين بمختبرات وعم يشتغلوا بالإيكولوجي وبعلوم البيئة، هن بس معنيين، كل العالم معنية بالبيئة، يعني بروجرامات على التلي مش ببلدين برا كل سنة عملوا سبوت تلفزي قبل الأخبار 5 دقائق بس تيحكوا عن التنوع البيولوجي. نعم. يعني فيني يمكن أخذ بس 2 دقيقتين أقدر أحكي فريمون شو هو التنوع البيولوجي للي ما بيعرف، هو أوفات كل التعدد الكائنات الحية، كل شيء عايش، يعني نحكي من البكتيريا للفطريات للحيوانات للأشجار، وهذا كله مش بس إنه نعدهم، عنا شجرة واثنين وثلاثة، عنا صنوبر وأرز ولزاب، مش بس إنه لفت إنه عددهم أكبر، هو الغنى هو بالتواصل بيناتهم، يعني وين منلاقي محل، كل ما كانوا كتار كل ما كان الإيكو سيستم فيه أنواع أكتر كل ما كان أقوى، يعني سايكل، يعني ولا سايكل بيكون اللي هي ريزيليانس تبعه، إذا إجى حريق إذا إجى إنسكت بيقدر يقوم ويرجع يكمل يعيش أحسن مما يكون نوع واحد من الشجرة أو نوع واحد من الحيوانات. كل ما كانت النباتات متنوعة كل ما كان في عدد حيوانات أكثر، والإنسان الديبوند سي زيكو سيستم، يعني بيعتمد على هالسيستم، بيعتمد عليهم، وهو وجوده وفات وقت اللي بخاف الإنسان من التنوع، من تغير المناخ، وقت اللي بخاف على التنوع البيولوجي لأنه خايف على حاله، لأنه نحن إذا اختفينا رح يضل في كم حيوان عايشين وكم شجرة ورح يكملوا. إذا منطلع على تاريخ الأرض صار في كتير اكستنكسيون دو ماس، صار في كتير بس الطبيعة بقيت وحيوانات غير صاروا موجودين وشجر غير، دونك نحن خايفين على حالنا، إذا بدنا نضل موجودين ونكمل لازم ننتبه على الأشياء اللي عم نستعملها تناكل وتنشرب وتنعمر بيوت فيها. إن شاء الله عن جد نكون خفيفين، يعني خاصة أنا عم بحكي عن لبنان، يعني ونخفف شوية هالعمار وهالكسرات وهالإجرام بحق البيئة، لأنه بالنهاية مثل ما قلتي هو سيستم كله مترابط ببعضه، يعني فكارثة. سيدة لينا، قد ايه في تشابه بين اللي عم تحكيه الدكتور بالدي ان اي النباتات البذور والاشجار والدي ان اي البشر اللي بتقومي فيه؟ لا نحن عندنا بس دي ان اي البشر، هيك تنوع لا ما في عندنا، انا بس البشر. شو هيك شيء خاصه بالدي ان اي، شيء مرحله، شيء اكسبيرينس مرقتي فيها هيك حسيتيها اثرت فيك؟ السنه الماضيه وقت الاتش ان ون انفلونزا الخنازير، كل الشغل تبع لبنان كله عم بصب عنا، وكان شيء يعني هوربل ورك، كتير كنا ستريست، ونقدر نطلع الحمد لله انه الريزلتس اون تايم، بس الناس قد ما يجوا يكونوا قلقانين وكذا ويقفوا لنا على الباب، هي كتير يعني هيدي مرحله متوترين. كارثه الطائره الاثيوبيه كمان، كارثه الطائره اكثر واكثر كمان، هول وصلنا ليل بالنهار يعني نخلص الريزلتس باسرع وقت ممكن على البوديز والبارتس وهيك، فكله لا محصور شغلنا بهيك نوعيه من الدي ان اي للبشر، يعني بياثر على نفسيه. ايه بلس انه بنعمل باترنيتي تيستينج واشياء ثانيه يعني خاصه بال بتعرفي هوية الشخص، وكمان كان في سرية وقتها، يعني كان كتير في صعوبة كتير بالعمل. لا ما بنعطي ريزلتس لأي طائرة، لا ما بنعطي ريزلتس أبدا، بس للبوس تبعنا بخلص عملنا إنه بس نخلص بنسلمه نتيجة وخلص، يعني هو بيكون معنا تو أبروف الريزلتس يعني. دكتور مجدة، اليوم قد إيه فينا نحكي عن غنى بالحياة النباتية؟
لبنان معروف انه في غنى نباتي كبير، يعني في دراسه علميه صارت بال 2003 حددت على الكره الارضيه اي هن المناطق المسمين الهوت سبوت، هود المناطق اللي فيهم تنوع بيولوجي كبير والتنوع مهدد من وراء الانسان. قرروا انه الحوض الابيض، حوض البحر الابيض المتوسط هو ريجيون هوت سبوت، وتحديدا منطقه لبنان وسوريا وتركيا، لان هيدي المناطق فيها كثير. نحن بلبنان مثلا منا بس صحراء او بس سهله، عندنا جبال وعندنا وديان وعندنا كل هول نحكي عنهم بانتخاب ملكات الجمال، هودي عن جد موجودين وهودي بيؤدوا لتنوع بيولوجي كثير مهم نهتم فيهم مش بس نذكرهم عن جد، لانه في لفت انه عندنا انهر وعندنا جبال وعندنا وديان، كل هو يعني عندنا ابيتا غير، يعني عندنا مساكن بتقدر تحمل حيوانات ونباتات كمان مغيرين عن بعضهم. دونك نحن هوت سبوت للبيو دايفرسيتي كثير مهم بهيدي المنطقه. والشيء اللي عم نجرب نعملها هلا هي توعيه العالم اللبناني والجيران تبعنا انه عندنا شيء موجود بس بلبنان، مثلا نسميه صياد الثعالب تنتسلى مثلا الانديميك سبيشيز، اي مثلا الثعلب منه اسباس موجوده بس بلبنان، موجوده بالمناطق الثانيه، بس هو نقطه من حلقه من سلسله متكامله، اذا فرتت هيدي الحلقه بيفرط كل هيدا. دونك التوعية شيء كتير مهم. هلا اذا يمكن بعد شوي بنحكي عن البروجرامات اللي عم نعملها بالتوعيه مع التلاميذ. بدي كنت اسالك انا اذا في اشي عم تصير انه عن حمايه الريزيرف المحميات، يعني عم بيصير في نشاطات على الصعيد؟ هلا دونك في اشي اكيد اللي موجوده بالمحميات الطبيعيه بين وزاره البيئه ووزاره الزراعه عم يهتموا فيها، دونك هيدي اسمها محميه والقوانين مبدئيا محترمه وبتطبق. واذا بنسال اصحاب المحميات المسؤولين عنهم عم نلاقي انه في من المدارس، من قبل المدارس ومن قبل التوريست حتى عم يطلعوا بالويك اندات عندهم قبول اكثر، يعني العالم صارت واعيه اكثر، بتروح تشوف هيدي الزهره مثلا الزهره السوسن تبع سوفار يلي مش موجود الا بلبنان، انه هيدي كيوريوزيتي انه هيدي شيء موجود مثلا بس بلبنان، في عندنا كذا نوع نبات، اشياء بنسميهم نحن دي سبيس انديميك، يعني موجودين بس هون، دونك هودي اذا لبنان مهتم فيهم دونك هودي بديعوا الانسانيه كلها حتخسرهم، دونك بنخبرهم نحن انه في كثير عالم ما بيعرفوا انهم موجودين، دونك لازم ندور عليهم بنقول لهم ولا موجودين ومهمين، هيك بصيروا بنشارك بحمايتهم. أكيد يعني بتمنى أنه كل الأشخاص اللي عم يسمعونا اليوم تكونوا انتبهوا قد ايه مهم البيئة وقد ايه مهمة حيلا أي نبتة صغيرة بهالحياة أنه إلها دور موجودة، لأن إلها دور مش أنه فينا نشيلها ساعة اللي بدنا. أنا بدي أشكرك دكتور مجدة على المعلومات اللي عطيتينا إياها. مرسي لألكم على البروغرام الحلو، مرسي لل بي سي، وإن شاء الله نلاقي إشياء كمان خاصة كمان بالمرأة وبالبيئة إن شاء الله. أكيد المرأة لها دور فعال كمان بحماية البيئة مثل ما حضرتك عم تعملي بالمختبر اللي شفناه، إن شاء الله تضلي بهالأعمال اللي بتجنن. شكرا لك دكتور مجدة. رح ننتقل مجددا عند أنابيلا. من حديث الدكتورة خرات مشاهدينا بننتقل لحديث مختلف مع الفنانة التشكيلية نيلة قاعي صاروفين.